تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بطبيعة الحال من تفاعل مع محيطها، ونظرا لما تعرفه مدينة طنجة بالأخص من حوادث مميتة وحرب طرقية إن صح التعبير. هذا النشاط في إطار أنشطة التوعية التوعوية والتحسيسية بطبيعة الحال تفاعلا مع ما تعرفه مدينة طنجة من حوادث سير من الحرب الطرقية، وهذا كيجيب تفعيلا الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا نحن في مؤسسة ميدان مع الاتحاد الجهوي للنقل اللوجستيك، حيث عن طريقها يعني حاولنا ان نستدعي جميع الجهات المعنية بهذا القطاع والخروج بمجموعة من التوصيات لما لا ان شاء الله وتفعيلها على ارض الواقع. واقع اليوم بالتعاون مع مؤسسة ميدان وكذا العديد من الشركاء، الجامعة ديال طنجة، من وزارة النقل واللوجستيك والماء، من كذلك الأمن الوطني، من كذلك المنظمة الألمانية للتعاون الدولي، وكذلك وزارة الطاقة والمعادن فيما يخص التكوين على الطاقات والسياقة في إطار السياق الاقتصادية. كان الفكرة على أننا ننظموا واحد ندوة جهوية اللي الهدف منها هو توعية السائق المهني بالخصوص، لأنه كما لاحظتم في القاعة كانوا ممثلين عن جمعيات مهنية سواء في قطاع توزيع الغاز السائل أو في قطاع السياحة أو في قطاع نقل البضائع أو نقل المستخدمين. إذن التوصيات كانت واضحة، أولا يعني التكثيف والإكثار من مثل هذه اللقاءات للقيام بدراسات معمقة على الجانب النفسي، وهنا يعني مع الأسف كنا من خلال اللجنة التنظيمية ديال هذه الندوة كنا بشأن تفكير في يعني استدعاء واحد الأستاذ علم النفس حتى يتحدث لنا عن السلوكيات أو السلوك الذي يقوم به السائقين سواء المهنيين أو آخرين، وكذلك يعني الوضع الآليات الجديدة في إطار يعني البنية التحتية ديال الطريق، في إطار التشوير. هذه كلها مسائل كانت توصيات، نتمنى أن تخرج إلى حيز الوجود، نشتغل مع الجهات في يعني يدا في يد حتى نتجاوز، لأنه الكل أجمع اليوم أنها مسؤولية مشتركة للسائقين، للقائمين على التشوير، للمتدخلين في هذا الميدان، وبالتالي يجب تكثيف هذا الجهود. بلدنا لا تستاهل مثل هذه الحوادث.